كذا. قال يا شيخ يا شيخ ليش ما ترد علي؟ قلت رديت عليك سم. قال انا واحد اعطاني رقمك وانا مليت من الحياه وبنتحر، ابغى اسرع طريقه للانتحار. قلت والله اسرع طريقه للانتحار سم الفيران. العصار ذا، العصار ذا انا احط الفيران عند البيت ولحسه يموت. قال من جدك يا شيخ؟ قلت والله من جدي، مصه والله تموت طوالي. قال يا شيخ من جدك؟ قلت والله من جدي. هو شو متوقع؟ شو متوقع يا شيخ احمد؟ انك تقول لا، ان اقول لا وحرام والمنتحر في النار واتق الله وما يجوز، متوقع كذا. لكن انا قلت لا لا ابد، بس مص ثم الفيران وتموت دايركت، ما في انتظار. بس بسالك سؤال قبل تمص، مص قبل قبل ان تمص، قبل ان تمص ثم الفيران. ابي اسالك سؤال. قال اسال يا شيخ. قلت ايهم اذكى، انت ولا الفاره؟ قال لا تغلط يا شيخ، لا تغلط. قال لا تغلط. قلت ليش اغلط؟ قال ايش دعوه، انا اكيد اذكى من الفاره. قلت انت اذكى من الفاره؟ قال نعم. قلت الفاره اذا شافت السم تلحس ولا تشرد عنه؟ قال لا والله تشرد عنه. قلت اكيد؟ قال اكيد. قلت ايهم اذكى، انت ولا الفاره؟ قال والله الفاره اذكى. قلت نياو. فالصحابه رضوان الله عليهم صاروا يتلذذون حتى بالصيام اللي بعض الناس الان يتضايقون منه. ترى يا اخوان الصيام مي سهله، يعني انتم الان تعبدتوا اليوم ولا سيما حر دبي، تشوفون الحر شلون؟ كم الحراره؟ 46 عندكم؟ يمكن 47 صح ولا؟ ورطوبه متحمل الحر، هي سهله ذي، عباده عباده وحيده اختص الله بها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: كل عام ابن ادم له الا ايش؟ الصوم. فانه لما حد يقدر، ما يستطيع احد يراقبك، خصوصا الصيام، خصوصا عيالنا، احنا يوم احنا صغار اعمارنا على 5 سنين، اذكر سافرت مع اخوي محمد الله يرحمه، قول امين. عام تقريبا الكلام 91 او 90 ميلادي، زمان اول تعرفون حره، ومن مكه واخذ لي معه، واختي تبي تراجع في الرياض، كان مستشفى شميس هو الوحيد المملكه، وركبت وراء، واخوي شديد شوي يدربني على الصيام، حر. خليك رجال، انا رجال. اي لا تفطر. طالعين مكه درجه حراره موت، ونيت تعرفون ونيت الداسن الاول اللي ما فيها مكيف ولا شيء، وتفتح القزازه وهواء سموم حار، وحنا السمران نمص الحراره. معروف يعني، مو بعكس الابيض يعكس الحراره. انا عاد انسدحت ورا، قلت لي يا اخوي محمد بنسدح ورا. انا ليش منسدح ورا؟ عشان بيت تلمس حق المويه. احنا في الطريق ماخذين معنا تلمس عشان نفطر مويه، ومنسدح ورا مقعده، والله يا اخوان بالبزبوط. وافتح البزبوط اشرب، واسوي هاي سليمان ايش اخبارك؟ والله عطشان. وانا كذاب كذاب دجال. لان هي العباده الوحيده اللي ما حد يقدر يراقبك، لا ابوك ولا امك ولا دولتك ولا حكومتك ولا حد. الرقيب الواحد الصيام من هو؟ الله.